هل نستطيع تنظيف الأواني المنزلية بالكولا والمعجون؟ خلونا نشوف. أول شيء نشرب منها شوية عشان لا يروح عبث، انكسرت وأنا أفكها كذا حديد. بسم الله، كذا كفاية. بعدها نصب الكولا في هذه القارورة. ثم نضيف عليه المعجون. ما أدري كم حط لكن هذا يكفي. ونقفل العلبة ونرجها جيدا. أوه. أصبحت ترش. يعني يختلط المعجون مع الكولا. وبعدين نرشها على الطاوة. يلا ونرمصد عقد الحين. ها ترى يكذب راعي هذا التجربة. ادخلوا عنده وقلوا انت كذاب كبير، الكولا والمعجون لا ينظف الأواني المنزلية.